ما الحكم في امرأة أحرمت للعمرة ثم غسلت يديها بالصابون سهوا؟ هل عمرتها صحيحة؟ إذا كان هذا الصابون من الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس لها أن تستعمل المواد المنظفة التي ليس فيها طيب. أما الصابون المطيب فلا يجوز للمحرم أن يغتسل به أو أن يمسه، لأنه يكون قد مس شيئا فيه طيب. ولكن من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.